عايز احط بقى الشجره هنا، فاهم؟ تمام كده. عملت حطيت شجره عاديه جدا. لا لا، الشجره دي ما كانتش بي ان جي اساسا، تمام؟ فانا عايز شجره معينه، عايز شجره بسيطه جدا و تمام. رحت جاي من الشجره، عايز ارمي لها ظل، الظل بس كده رحت اعمل لها كوبي، نزلت شويه عملت لها بلور مالتي بلاي. جيت مثلا عايز امسح بقى الحاجات اللي قدامها مثلا، يعني هي دلوقتي المفروض هي كان من الاول خالص الجرافيتي ده، حوادث الجرافيتي، عايز امسح الحاجات الجرافيتي بتاع حوادث الجرافيتي. عندي الوير كارل القديم خالص، الوير كارل ده على طول موجود كده. اي حاجه انا عايز اعملها سيليكشن بروح له، بروح مختار الجرافيتي كلها مره واحده وراح اعمل ديليت على اللير بتاع الديل بتاع الشجره. مثلا زودت هنا ولد مثلا طلع على السلم ده، مثلا عندي سلم فهطلع ولد عليه. عندي كل ما يبقى فيه تفاصيل في اللقطه كل ما تبقى غنيه وكل ما تبقى فيها حياه يعني. والواد اللي بيلعب باتنينج اللي انا كنت قايل لكم عليه مثلا الاول، هو في لير هنا ما اعرفش ايه اللير ده، حاجة؟ وات؟ هو حلو قوي ان انتوا تسموا اللاير ده، مهم جدا، تمام؟ مهم جدا فعلا على فكرة، عشان الحاجات اللي لما اللقطة دي هتبقى زحمة قوي بعد كده، فانت عشان تجيب الحاجة تلاقي الحاجات كلها فوق بعض وبتاع، فلازم اسهل لك تعمل كليك يمين تختار بالنيم على طول. والولد اللي كان بيكتب اوتو اهو، تمام؟ ده اللي كان بيبوظ الحته. عايز احط هنا جرين زي ما كنت عامل هنا، مثلا عايز احط جرين فوق الحته دي او زنبي. رحت جايب برضو صوره كده عادي شجر بجد وبي ان جي، ده اللي بتدور عليه، بتدور عليه بي ان جي بحيث انت ما تعرفش تعمل سيلكشن والكلام ده. حطيتها ورا برضو، انت فاهمين، بالوار كلر عملت سيلكشن على المباني وعملت ديليت، تمام؟ عايز احط مثلا عربيه هنا، جبت عربيه برضو بي ان جي واديتها بعد كده موشن بلور، بس جامد شويه، تمام؟ مثلا هو ده افضل مني شويه، تمام؟